سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل اقتراح الملصقات بالرموز على تطبيقكم تليجرام. تقوم بالضغط هنا على تطبيق تليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات المحددة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ملصقات والرموز، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على اقتراح الملصقات بالرموز، وهنا سوف تختار الاقتراح الذي تريده. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.